باء بقرة. آكل اللحوم، تسميته بسبب وجود عظمتين رقيقتين على قمة رأسه. ولم تكن لهذا الديناصور رؤية قوية، لكن كان يستخدم حاسة الشم لتعقب ضحاياه. كان له أسنان حادة كبيرة ومقوسة، وأذرع قوية لمسك فريسته. Elephant. Hippopotame. M. الأرض ثالث كواكب المجموعة الشمسية، الكوكب الذي نعيش عليه، وهو يمتلك قمراً واحد. واحد اثنان ثلاثة اثنان ثلاثة الناتج خمسة. فيلوسيرابتور آكل اللحوم، هو ديناصور متوسط الحجم الشهير باسم الممسك السريع. سوقناثوس آكل اللحوم، ديناصورات ذوات أقدام ثنائية، صغير الحجم، ينمو ليصبح في حجم الديك الرومي.